نرحب بيكو أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بيكو لهذا المؤتمر الصحفي. اليوم هو يوم حزين للعراق، والحياة ما تتوقف عند نقطة إطلاقا وراح تستمر. هذا العراق اللي احنا كافحنا وناضلنا وجاهدنا في سبيله حتى يكون دولة العدالة ودولة القانون وحقوق الإنسان، اليوم تفاجأنا في لقرار المحكمة الاتحادية باستبعادنا من حقنا في الترشيح. احنا نحترم القضاء، احنا احترمنا القرار الولائي للمحكمة الاتحادية ونحترم القضاء، لكن من حقنا، من حقي كمواطن عراقي أقول لا، صار غبن بحقنا وظلم، وأيضا تعسف حقيقة في إقرار العدالة. ومع ذلك مثل ما قلت، الحياة ما راح تتوقف عند نقطة إطلاقا ونستمر بعملنا وجهدنا. إخوان، إحنا لما قدمنا طلبنا للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق كان أمام أعيننا ونصب أعيننا أنه كل الشروط والقوانين والأنظمة المطلوبة والشروط المطلوبة لتوفرها في مرشح رئيس الجمهورية، وإحنا مو من الناس الدخيلين أو الغرباء على هذا النظام، بالعكس إحنا أسسنا هذا العراق. وهذا البيت اللي تشوفوه بيت مسعود البارزاني مقره، اللي انكتب به دستور العراق. فإحنا مو غرباء، إحنا مو دخلاء، إحنا عندنا مصلحة في هذا البلد ونريد رفعته وعزته وكرامته. إحنا لما ترشحنا إلى منصب رئاسة الجمهورية استوفينا كل الشروط، ومر ترشيحنا بكل القنوات القضائية والهيئات الرقابية اللي دققت في الترشيح، من هيئة النزاهة إلى وزارة التعليم العالي إلى الأدلة الجنائية إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأدنا كتب رسمية من كل هاي الهيئات اللي وافقت على ترشيحنا. ثم صار هذا الطعن عند المحكمة الاتحادية من 4 نواب، 3 منهم خصوم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني. 3 منهم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، واكو مثل عربي مشهور، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة. لكن هذا القرار إخواني قرار مبيت ومسيس، لأن احنا دفعنا كل الدفوعات، كل القضايا اللي أثيرت حولي في النزاهة في المحاكم كلها أغلقناها. وأنا بنفسي كهوشيار زيباري، ربما أطول وزير خارجية خدم هذا البلد، 11 سنة وسنتين كمؤتمن على المال العام لهذه الدولة، يعني 13 سنة عندي خدمة في هذا البلد. وأتصور خدمنا هذا البلد بكل نزاهة وبكل استقامة وبكل عدالة. وسيرتنا حقيقة وسلوكنا وحسن سلوكنا أنظف وأنصع من الثلج الموجود في أعلى قمة في العراق اللي هي جبل حصاروست. احنا ما راح نطلب شهادة حسن سلوك من آخرين، احنا نعرف نفسنا احنا منو وشنو تاريخنا وشنو دورنا في هذا العراق. إخوان، قرار اليوم اجى ضدنا، وكان قرار مع الأسف الشديد أقول مسيس. أكدت إحنا نحترم القضاء، وهي ما راح تكون نهاية العالم ونهاية الدنيا إطلاقا، لكن انظلمنا من حقنا الدستوري كمواطن يريد أن يترشح. هم في الأمر الولائي مالهم جابوا قضية علي عن نزاهة، أنه أني مستأجر بعض الشقق لحماية المسؤولين والسفراء والوكلاء اللي عصابات الإرهاب المسلحة كتلوهم، وكيلين من وزارة الخارجية، سفراء، موظفين،
إلى آخر، اضطرينا تحت الظروف الراهنة لما كانت بغداد على صفيح من النار. أنا بنفسي رحت إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية وقدمت إفادتي ومثلت أمام القضاء وبرأوني. الأمر هذا كان مستند على هاي القضية، الأمر الولائي. بعدين أشو اليوم لا، راحوا بموضوع آخر كلية، موضوع آخر، شروط رئاسة الجمهورية وحسن السلوك والسيرة والنزاهة والاستقامة. الحمد لله أدنى من هاي المواصفات ما احنا رأسنا مرفوع. وأنا أهم شيء بالنسبة لي هو ترشيحي من قبل الرئيس مسعود بارزاني، هذا أكبر شرف بالنسبة لي، أكبر شرف. فلذلك نعتقد أنه هذا القرار بحقنا كان ظالم، وحقيقة كان المفروض المحكمة الاتحادية يعني تنظر في الأبعاد الأخرى لهذا الموضوع. أنا مو قضي، هم ما يريدون رئيس قوي للعراق، ما يريدون رئيس قوي عنده خبرة للعراق إطلاقا. هاي خذوها مني، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. احنا نروح نتنافس بشرف تحت قبة البرلمان، خلي يجي وين اللي يجون يترشحون، اهلا وسهلا، ما عندنا اي مشكلة. بس كل هدفهم اعاقتنا كانت لعدم الوصول الى جلسة البرلمان، وعطلوا العملية السياسية كلياتها على مود ترشيح وشيار زيباري. يعني لا المدد الدستورية راعوها، لا البرلمان اجتمع، لا انتخابات رئاسة الجمهورية صارت. فهذا محزن. ليش قلت بالبداية هذا يوم حزين بالنسبة للعراق؟ وأعرف الشعب العراقي وغيرته ما يحب الظلم، ما يحب الظلم إطلاقا. روح اسألوا بالشارع على نزاهة وسمعة وخبرة وشيار زيباري، انتوا سألوهم والخدمة اللي قدمناها لهذا البلد. فلذلك أقول مرة أخرى، احترامنا للقضاء، اهلا وسهلا. نعتقد انه انظلمنا، القرار سياسي مبيت ضدنا، وربما اقول اكبر من الناس اللي قاموا به. ما اريد ادخل بالتفاصيل، انا احكي شويه كردي لان بالدستور اللغه الكرديه ام اللغه الرسميه بخير بين كاكا خشكو باريزان بيشروي كرد بارتيا سروك بون بارزانيا اما ايمان من بهايا. ترشيح جناب سروق بو من بو ام موقع اما بو من هم دنيا دايلي ام برياري امرو درشو بريارك سياسية بامتياز ببي بردة هم دفعات قانوني من تسوية كردوا غلق من كردونا ما هو بريارك السياسي بدن ام برياري عندا زور اشارات من هبوك حاول يشتكي وايا نهاية ما قلت نفترض افترازي حسن نيتك لقال همو لا هيك لقال همو اطرافك كان لبرأوا همو شروطي مطلوب ل كانديدي سارو كومار متوفرة لائمة ببي دستور ببي قانون بهمو قناغ كاني ترشيح الشوينة همو او كيشاني مهمة دروس كرابون لا نزاهة لا مساءلة وعدالة لا تعليم عالي لا شهادة بس لي عن اللي جنائي هيك جريمك هيك جريمك. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي وقائع المؤتمر الصحفي نبتها لكم عبر دجلة، وقائع مؤتمر صحفي لرئيس أو مرشح الحزب الديمقراطي السيد هشار زيباري بعد استبعاده من السباق الرئاسي. كان قد وصف هذا اليوم بالحزين على العراق والعراقيين، مؤكدا احترامه لقرارات المحكمة الاتحادية، لكنه وصف هذا القرار بالمسيس والظالم. وقال أيضا سيد هشار أنه هم ليسوا دخلاء على العراق، إنهم أبناء العراق، وهو استوفى كل الشروط للترشح وقد مررت أوراقه على الهيئات وتم الموافقة عليها، لكنه أكد مرارا وتكرارا في هذا المؤتمر أنه تعرض للظلم وأن القرار مسيس باستبعاده من الترشح للمنصب الرئاسي. وقال إنه من المفترض على المحكمة الاتحادية أن تنظر بأبعاد أخرى لهذا الموضوع، مشددا على أنهم لا يريدون، أي من اتخذوا القرار لا يريدون رئيس قوي للعراق.
إذا نعود مشاهدينا إلى متابعة مجريات المؤتمر الصحفي للسيد هشار زفر. السياسي هيا لبشت أمبريارة بشك إما شو غشي بنينا يعني برك لسياسة أجيلة لو ناحية بلام تحديد بك أكيد أكيد يا برك إشتا وحدي لهات وبلام إما يا ناصي أما إيه نسبة تحالفات السياسي مايت وزانا أما منو لخلكي ترقى ورترى بس بشك همو تحالفك هاو بيمانيك دبي لقال كثير راوستي دبي دعمي كثير بكي نابت من دعمي تو بكم تو دعمي منك كي فرمو عراقية بس لحظة عراقية أهلا وسهلا ما هي الخيارات المطروحة للديمقراطية التركستاني بعد عدم ترشيح حضرتك هل هناك ترشيح آخر الحد الآن ماكو الحد الآن ماكو ترشيح حسب علمي أنا مرشح الوحيد للحزب الديمقراطي اللي استبعدونا اليوم بقرار سياسي واضح جدا خياراتنا عندنا خيارات حزب عمره 75 سنة في السياسة في معترك السياسة العراقية والإقليمية والدولية بالتأكيد راح تكون عندها خيارات بلا شك جواد من قناة الشرق أنت تقول أن لدينا خيارات واليوم هو آخر يوم للترشيح وقد أغلق باب الترشيح كيف سيكون ذلك؟ والله هذا تقريبا اكو مجلس النواب هو اللي يستلم هاي الترشيحات لحد الان حسب ما بلغوني لحد الان ما عندهم ما مستلمين اي ترشيح اخر بس لحظه تفضل عفوا بعد ما صدر قرار المحكمه الاتحاديه بحضرتك نعم عدم الترشيح هل ستكتفي بهذا القرار ام ستطعن به؟ والله عندنا خيارات قانونيه راح نفكر بها لكن هذا القرار نعتبره كانه بات رودا بخير بس سر سر تشاو لقال هابي مانات على هابي ماني سياده ورود صدري تبي كارك ده قلنا بربو او يبتو عن البربجيري في ديكا بكنا سر والله كاكا اما بالتاكيد مراجعك بيوستا اما تقييمي وضعك اكين سبيني كوبونا واكمان هيا بو او تقييمي همو خياراتي خمان بكين باشا دجله تفضل اهلا وسهلا استاذ هشار يعني ذكرت ان القرار سياسي مميز هل تعتقد ان اليوم الموقف السياسي او القرار السياسي يعني يؤثر على السلطه القضائيه الموجوده والله نامل انه ما ياثر لكن من حيثيات من قراءتنا المتواضعه للقرار هم وقفوا ترشيحنا مؤقتا لقضيه موجوده بالمحاكم اتحاديه 17 رحنا للمحاكم اغلقت هاي القضيه وبرأوا ساحتنا وذمتنا لذلك المفروض كان المفروض الامر الولائي ينشال علينا لا جابوا قضيه اخرى لا شروط رئاسه الجمهوريه ما متوفره لان انت وين ب 2016 صارت جلسه استجواب وسحبوا منك ثقه بس ما صار اتهام ما صار ادانه بالنسبه لي اطلاقا